مجرد كتقول الله اكبر قلب عامر بالهم والسم والغم والويل. هاك يقول الامام الله اكبر، كما قال احد احبتنا جزاه الله خيرا على هذا المثال. هذا قال لك ديك الطائره ملي كيقتل داك الربان تيقاد لها الشغل ديالها الى خريفه، بمجرد ما تستوي في السماء كيدور الربابله ما يسمى زيد لابس، باش كيتسمى داك البيلوطاج اوتوماتيك، هذيك السياقه الذاتيه. انا داك قلت هذاك الحاسوب ديال هذاك لورديناتور دبور تيخدموا ومساهو كينوض كيبان لك داك الربان تيخرج من داك سميتها القمره ديال القياده ديالو، تيخرج منها وتيمشي ويقضي اغراض ديالو ويشرب قهيوته ويرجع مع راساتو الى اخره. الطياره فين هي؟ غادا شاده السياقه الاوتوماتيكيه. حتى حنا شنو تنديروا؟ حنا ملي كنكونوا جايين عاقلين على ريوسنا، ها الجامع فين كاين، ها الدروج عندك، صندالتك حضيها لي يديوها لك الى اخره، ولا حول ولا قوه الا بالله. شكون هذا اللي غنصلح ده؟ يا الناس مزيانين المؤمنين الله يتقبل. حدو كيقول السي يوسف استووا تراصوا اعتدلوا، كنقولوا استووا كدعوا على راسك، كنقولوا مزيان استووا حداك كاع داكشي اللي هو الكاركاس، داكشي اللي براني، ها الجخ البراني، وهذا مطلوب كنقلبوا عليه. عندك شي شويه الحاج هنا سميتو عافاك سد قادو الصف الى اخره، الله اكبر الله اكبر، وكتطلق نعم سيدي السياقه الاوتوماتيكيه. هبطوا هبطتي، طلعوا طلعتي، سجدوا سجدتي، سجدوا. انا كنقول لك تجربه شخصيه، ما نعاودش داكشي ديال الخريف ولا انت مشي واحد حاجه، كندوي على راسك الله يغفر لينا. بعض الاحيان والله لا يوقظك من غفلتك الا تسليم الايمان، فتستحي من ربك عز وجل. كتقول واش يعني هذه الصلاه هذه واش خدامه ولا خصها تعود ولا ولا ولا, ولا هذا القلب خصو تا هو كله خصو يتعود ولا ولا, ولا شنو خصو يدار في هذه الحاله هذه ولا. بعض اهل العلم من المالكيه اسمعني مزيان كيقول لك اذا صليت صلاه من التكبير الى التسليم ولم تخشع في ركن واحد من اركانها كيقول لك بطلت الصلاه وعليك الاعاده. يعني لا دوزتي من الله اكبر وانت طافي حتى السلام عليكم عاد فقتي من القلب وقلتي السلام عليكم تنتا، ولا ركن من اركانها حققتي فيه الخشوع، حيث الخشوع هو من اعظم الاركان في الصلاه عند المالكيه، من اعظم الاركان في الصلاه عند المالكيه في الخشوع، لكن كيقول لك على الاقل تحققه في ركن من اركان الصلاه. فقال لك ان مضت عليك صلاتك بكل اركانها ما حققت الخشوع في ركن واحد منها، كيقول لك هذه تعاد. علاش؟ لان سكره الغفله قد غلبت على قلبك كما غلبت سكره الخمر على عقل المخمور. والله عز وجل قال لك يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. وتكلمنا على القضيه لا تقربوا الصلاه، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، وفصلنا فيها كيف ان السكر قد يكون سكرا مباشرا ماديا بالخمر، وقد يكون سكرا غير مباشر بامور الدنيا. انسان الله كان مخشي في لم باغ دردلاخ وجناوه والضاريب الى اخره والعيالات ومن الروينه نايضة، وتمنوا تسمعوا كيف تلقي موصله وجا كيجري اش باش تصلي مع الماتش والكواري كيتشيروا الى اخره والبيلانتي والدقيقه مع 88 وغورك على قلبه وجا شنو صلاه تصلي وفي خير راه جا بعدا كيت اللي ما فاقش كاع الجامع من النعاس، ولكن اش من صلاه غتصلي؟ خرجتي للدار وقلتي بلاتي تنتقدى شي شويه ولا كاين هذيك شي شويه ولا شي شويه بزاف، انت كتدق على الدلاحه واش غتخرج منها شي حاجه، انت عاد مول السويله، انت كتقلب في العنب، انت دخلتي تشوف العطار، انت كذا، فما فقتي من القلبه قال لك راه كتقام الصلاه، جيتي كتجري دماغ كله سوق، اش من صلاه غتصلي؟ واش من ذكر غتذكر؟